أقيم في أبو ظبي احتفال رسمي بمناسبة اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي احتفالات هذا العام تزامنا مع احتفاء الإمارات بالذكرى المئوية لميلاد مؤسسها وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. سبعة وأربعون عاما على وضع اللبنة الأولى لاتحاد الإمارات السبع عام 1971، مسيرة من البناء والإنجاز قدمت خلالها الإمارات نموذجا ناجحا للدولة الاتحادية المتضامنة، مسيرة حولت دولة الإمارات إلى مركز إشعاع ريادي بأدوارها ومبادراتها. تأتي احتفالات هذا العام تزامناً مع احتفاء الإمارات بالذكرى المئوية لميلاد مؤسسها وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. تشهد ربوع الإمارات العربية المتحدة عرسا وطنيا يحتفي فيه جميع أبناء الوطن صغارا وكبارا باليوم الوطني، لتصل هذه الفرحة إلى جميع أقطار العالم، ليشارك الحكومة والشعب الإماراتي هذه الفرحة السنوية التي تجدد عمق الترابط التاريخي للبلاد بين الماضي والحاضر. تحت شعار هذا زايد هذه الإمارات انطلقت الاحتفالات باليوم الوطني 47 التي احتفت بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تكريما لرؤيته الحكيمة التي قادت مسيرة بناء دولة الإمارات منذ نحو نصف قرن، وحيث تم عرض مجموعة نادرة من الصور الأرشيفية التي تعرض للمرة الأولى وتشير إلى محطات من حياة المغفور له الشيخ زايد ونشأته وإرثه الأصيل. وألقى الاحتفال الضوء على العوامل التي أسهمت في تكوين رؤية الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، التي نجحت خلال فترة قصيرة بترسيخ مكانتها وبقوة على الساحة الدولية، إضافة لمقومات النهضة والنجاح في مسيرة الاتحاد وبناء المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة. وتميز الاحتفال هذا العام بفتح أبوابه للجمهور من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وزوارها، وبلغ عددهم في استاد مدينة زايد الرياضية حوالي 22 ألف شخص شاركوا في رسم لوحة وطنية اتسمت بمشاعر الفخر والاعتزاز والفرح.